أكد مدير إدارة الطيران المدني في مطار الكويت المهندس صالح الفداغي على الإدارة المحافظة على الكفاءة الفنية والتشغيلية لمطار الكويت وفقا للأنظمة العالمية المعمول بها. تأكيدات الفداغي جاءت خلال احتفال الإدارة اليوم باليوم العالمي للطيران المدني الذي تم تصديقه على اتفاقيته الدولية في العام 1944، وتسعى دول العالم إلى توحيد المعايير والأنظمة المتعلقة بهذه الاتفاقية. إن الإدارة العامة للطيران المدني في دولة الكويت قطعت أشواطا هامة ليبقى مطار الكويت الدولي محافظا على كفاءته وكفاءة أنظمة الفنية والتشغيلية لتقديم أعلى مستوى آمن لحركة الملاحة الجوية وتعزيز سلامة الطيران المدني من خلال تحديد المخاطر الحالية ووضع حلول التصدي لها ضمن إطار قوانين وأحكام منظمة الطيران المدني الدولية الإيكاو.